افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة البحرين. يرافقه سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وبحضور السيد عبد الرحمن فخرو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية. افتتح المخيم الكشفي السنوي 44 الذي عقد هذا العام تحت شعار الكشفية ومئوية التعليم، مواكبة لاحتفالات الوزارة بمئوية التعليم النظامي، وذلك بمشاركة 1300 شبل وكشاف، إضافة إلى 120 طالبا من طلاب المعسكر الصيفي بالأكاديمية الملكية للشرطة وأبناء المؤسسة الخيرية الملكية. وخلال الحفل ألقت الدكتورة شيخة يوسف الجيب الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية نائب رئيس جمعية كشافة البحرين كلمة أشارت فيها إلى المنجزات التي تحققت للحركة الكشفية، ومنها زيادة عدد الفرق الكشفية إلى 130 فرقة كشفية حكومية وخاصة، وزيادة أعداد الكشافة إلى 4730 كشاف. وقد تم تكريم الرؤساء السابقين لقسم التربية الكشفية، وتكريم الكشافة من ذوي الهمم، وتكريم مدرسة الهداية الخليفية كونها أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين، وتكريم مدرسة أبو بكر الصديق التي شهدت انطلاق أول فرقة كشفية عام 1927. بعدها قام وزير التربية والتعليم ووزير شؤون الشباب والرياضة بجولة اطلعا خلالها على برنامج وورش المخيم. وبهذه المناسبة أشاد وزير شؤون الشباب والرياضة بالجهود التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لخدمة الشباب البحريني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين لخدمة هذه الشريحة الهامة من أبناء البحرين في مختلف المراحل الدراسية، بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة في مجال تنمية الشباب ورعايتهم وشغل أوقات فراغهم بالمفيد من الأنشطة. من جانبه أكد سعادة وزير التربية والتعليم أهمية الحركة الكشفية التي تعتبر رافداً أساسياً للعملية التربوية، من خلال تقديم الأنشطة التي تساعد الكشاف على تنمية شخصياتهم وتعزيز القيم الأخلاقية وتشجيعهم على المشاركة في العمل التطوعي وترسيخ اللحمة الوطنية والاحترام المتبادل داخل الحركة الكشفية. لله الحمد، اليوم تم افتتاح المخيم الكشفي والذي يأتي من ضمن الأنشطة العديدة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم على الصعيد الكشفي. لا شك أن هذا المخيم اليوم فرصة طيبة لأبناء الطلبة لكي يطلعوا على كثير من المعلومات ويقضوا وقتا مفيدا والتعامل مع كافة الظروف التي تساعدهم على التأقلم مع متطلبات الحياة مستقبلا. وأحب أشكر أيضا جميع الجهات التي تعاونت مع وزارة التربية والتعليم، وكانت هناك فرصة طيبة للمجال التوعوي خصوصا في مجال السلامة والتعامل مع متطلبات الدفاع المدني. مثل هذه الأنشطة لها دور كبير في بناء شخصية الطالب، ولله الحمد وزارة التربية والتعليم تعمل على مدار العام الكثير من الأنشطة للكشافة والمرشدات، الهدف منها تعزيز الكثير من القيم التي تساعد على بناء الشخصية.